النادي الاهلي طبعا هم بيستعدوا في ساعات اخيره لهذه المباراه، عايزين نتواصل سريعا مع زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي والمتواجد في مقر اقامه الفريق قبل التحرك لملعب استاد القاهره واللي هيستضيف هذه المباراه. يا شريف مساء الخير عليك. مساء حضرتك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله زي ما اتكلمت على التحكيم يكون النهارده اليوم خفيف للنادي الاهلي، ويكون حكم مباراه الاهلي وبني سويف يكون موفق وما يظلمش حد وينصف النادي الاهلي وينصف طبعا فريق بني سويف ويطلع مباراه على اكمل وجه. خليني اقول لك انا فعلا في فندق اقامه النادي الاهلي، الاهلي بستعد بعد قليل يمكن الساعه 5:15 ناقص الاهلي هيلعب الساعه 7:30 فعلا مع بني سويف، فريق قوي جدا يمكن بيتصدر مجموعه الصعيد، يمكن هو دلوقتي في المركز الثاني ولكن له مباراه مؤجله عشان مباراه الاهلي لو كسبها هيتصدر جدول المسابقه، فريق قوي جدا، فريق ماشي كويس من اول المسابقه الى الان، فريق قوي بينافس من الموسم الماضي، يمكن باذن الله يكون النادي الاهلي موفق النهارده ويقدر يفوز على فريق قوي هو فريق بني سويف في دور 32 وتاهل الى دور ال 16. خليني اقول لك النهارده النادي الاهلي بدا يومه في التاسعه صباحا، يمكن كان الفطار التاسعه صباحا وكان فطار اجباري مش اختياري للاعبين، لازم كل اللاعبين النهارده تنزل تفطر، بالفعل كل اللاعبين كانوا موجودين على في المطعم طبعا وتناولوا وجبه الفطار، يمكن الساعه الواحده والنصف كانت وجبه الغذاء، يمكن لاعبي النادي الاهلي برضو بالكامل كانوا حريصين يكونوا الساعه واحده والنصف في مطعم الفندق، يمكن بعد قليل يمكن تتكلم كان في اقل من ربع ساعه هيكون في وجبه خفيفه قبل المحاضره، بتبقى سناك خفيفه كده كيكه مثلا، مكرونه من غير صوص، زبده سوداني، يمكن حاجات خفيفه جدا تدي باور للعيبه، عسل، تدي باور للعيبه، مكسرات، تدي باور للعيبه علشان المجهود اللي بيبذل اثناء ال 90 دقيقه. المحاضره هتكون في 45 دقيقه والتحرك هيكون باذن الله الساعه 6:50، انت عارف المسافه قريبه جدا بين الفندق اللي بيقيم فيه النادي الاهلي واستاد القاهره اللي وحشنا جدا بعد فتره غياب كبيره، استاد القاهره النهارده هيحتضن مباراه الاهلي وبني سويف، ويا رب تكون مباريات النادي الاهلي كلها على استاد القاهره، استاد المرعب اللي بيرعب جميع الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي وكل الفرق المصريه في هذا الاستاد. زميل امير معاك لو اي استفسار انا معاك. عايز اتكلم معاك شويه في التشكيل المتوقع يا شريف، لان الناس خلاص كلها النهارده متوقعه ان هيبقى في بعض الوجوه الجديده اللي ممكن ما كانتش بتشارك الفتره اللي فاتت. الاقرب بالنسبه لك او من خلال متابعتك وقربك لتدريبات النادي الاهلي بالتحديد مران امبارح كمان عايزك تكلمني عنه وبعد كده نقول التشكيل المتوقع. خليني اقول لك امبارح مران كان في الرابعه عصرا، يمكن مستر فايرر اختار 18 لعيب لو حبينا نقولهم ونذكر بيهم مشاهدي قناه النادي الاهلي، يمكن في حراسه المرمى كان شريف اكرامي وعلي لطفي، يمكن في خط الدفاع كان محمود وحيد وحسين السيد وياسر ابراهيم وايمن اشرف وسعد سمير واحمد فتحي، في وسط الملعب الدفاعي والهجومي ديانجي وحسين الشحات ووليد سليمان وحسام عاشور واحمد الشيخ وعمار حمدي وجيلاردو، يمكن في الخط الامامي ثلاث فراوده صلاح محسن وليد ازارو مروان محسن. امبارح مستر فايلر عمل يمكن دواير بالكوره التسلم والاستلام عشان اللعيب يبقى تحت ضغط يعرف يستلم ويعرف يسلم، وعمل تخصص على الجول عشان اللعيب يقدر يفنش الهجمات الى اجوان اذا كان الاطراف او اذا كان وسط الملعب او الفراوده، والصراحه الراجل بيمتاز بهذه التمرين، يمكن لعيب النادي الاهلي لازم في التمرين تتعود على المواقف اللي بتقابلهم في المباراه عشان يقدروا يتعاملوا مع هذه الكور ويفنشوا الكور الكتيره اللي الاهلي بيضيعها تبقى اهداف باذن الله. يمكن بعد هذه اختتم بتقسيمه صغيره، ويمكن زي ما اتكلمنا امير او الناس كلها بتتوقع النهارده في 18 لعيب، يمكن في حراسه المرمى مثلا مش موجود الشناوي فهيلعب شريف او علي لطفي، يمكن الاقرب شريف اكرامي، نوهت لك في كذا مره في فترات سابقه ان شريف يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره مكسر الدنيا، ماشي كويس جدا بيجاريها علي لطفي، ولكن شريف يعني ما شاء الله نمسك الخشب ماشي كويس جدا في التمرينات لافت كل الانظار، فيبدو ان شريف اكرامي طبعا هو مش تشكيل رسمي، يبدو ان شريف اكرامي هو الاقرب لحراسه مرمى النادي الاهلي. يمكن لو اتكلمنا في ناحيه الشمال الباك ليفت هيكون غالبا محمود وحيد هو الاقرب علشان خاطر طبعا يجهزوا لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبلة بإذن الله. ناحية اليمين غالبا مش موجود غير أحمد فتحي هيكون هو الأقرب لبدء المباراة، يمكن لو اتكلمنا في اتنين سرد باكين يبدو إن ياسر إبراهيم هيكون موجود وأيمن أشرف أيضا ممكن يكون ليه حظوظ النهاردة ويكون موجود. يمكن في وسط الملعب عندنا الأسامي كتيرة، عندنا ديانج، عندنا حسام عاشور، عندنا ممكن نلاقي النهاردة ديانج، ممكن نلاقي حسام عاشور بادئين، ممكن نلاقي واحد بس يمكن الراجل بيحب يلعب 4-1-4-1 أو 4-3-3، يمكن ممكن تلاقي ديفندر دفاعي
واحد بس يمكن الاقرب منه حسام عاشور او ديانج. النهارده عمار حمدي في التمرينات الامس واول امس لفت الانظار، ممكن النهارده نلاقي عمار حمدي وارد بكل قوه في الخط الامامي، ممكن نلاقي ازارو، ممكن نلاقي مروان وارد بكل قوه، احمد الشيخ لفت الانظار الفتره الاخيره ممكن ايضا تلاقيه بادئ في الجانب الايمن من الملعب. يمكن انا متوقع يمكن يبدا حسين الشحات، يبدا احمد الشيخ، ممكن يبقى قدام مثلا ازارو، من تحتيهم عمار، وارد. كل دي اسامي بتدار في عقل فايلر وباقي الجهاز. يمكن الراجل في المحاضره اللي هتكون بعد قليل هيتكلم فيها عن التشكيل، هيتكلم فيها عن فريق بني سويف وهيحط التشكيل بعد قليل. احنا طبعا ما قلناش تشكيل رسمي لان ما فيش تشكيل رسمي خرج لحد دلوقتي، ممكن نقابل فريق النادي الاهلي لسه ما تعرفش اصلا مين اللي هيبتدي ومين مش هيبتدي، ولكن احنا بنتكلم في القائمه اللي اختارها مستر فايلر، وباذن الله اي 11 لاعب يكونوا في الملعب قادرين على الفوز. ولكن لكل جماهير النادي الاهلي، فريق بني سويف فريق قوي مش فريق ضعيف عكس الفرق الاخرى اللي الانديه بتلاعبها، لا فريق قوي، فريق محترم، ويمكن فريق بينافس من الموسم الماضي، وفريق عندي ليه شكل في الملعب بيلعب 3 4 3 وساعات بيلعب 4 2 3 1 او 4 3 2 1، لا فريق تكتيكيا عالي، معاه مدير فني كبير وكابتن حسن موسى، معاه ممكن مدير فني مدرب عام ابو المجد مصطفى نجم النادي الاهلي. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي باذن الله النهارده يكون يوم النادي الاهلي، وباذن الله النادي الاهلي النهارده يتاهل الى دور ال 16. معاك زميلي امير، لو حابب تكلمني في اي حاجه انا معاك. طيب شريف، انت قريب دايما من فريق النادي الاهلي، عايز اعرف ازاي بيتم الفصل ما بين مباراه اخفق فيها النادي الاهلي زي مباراه النجم الساحلي بكل ظروفها التحكيميه وبكل قرارات الاداره في النادي الاهلي بارسال شكاوي عديده سواء للاتحاد الافريقي او للاتحاد الدولي، والتركيز في المباراه المقبله وخصوصا ان هي في بطوله مختلفه، التعامل في الموضوع ده ازاي بيبقى من خلال الجهاز الفني واللاعبين؟ والله يا زميلي امير، زي ما بقول لك يمكن لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني او الاجهزه الفنيه المختلفه طول عمر النادي الاهلي، يمكن بتلاقي ان في ظلم كبير من التحكيم في النادي الاهلي اذا كان في مصر او اذا كان خارج مصر في بطولات افريقيا، ولكن يمكن في مباراه النجم الساحلي كان الظلم التحكيمي اوفر قوي، زاد عن اللزوم. النادي الاهلي بقاله فترات كبيره بيتعرض لظلم تحكيمي واضح، ولكن الجهاز الفني والجهاز الاداري بقياده طبعا مدير الكره الكفء جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ على طول بينبه لاعبي النادي الاهلي، محدش يعترض محدش يتكلم، ولكن ساعات بتلاقي لعيب الكرة الظلم الكتير قوي بيخليه يخرج عن شعوره، ولكن على طول هنا تعليمات الأجهزة الفنية طبعا وتعليمات الكابتن سيد عبد الحفيظ بعدم الاعتراض إلى التحكيم أيا كان إذا كان في ظلم تحكيمي أو إذا كان ما فيش، على طول تنبيهات على اللعيبة، ما حدش يتكلم على التحكيم، ما حدش يعترض على التحكيم. ولكن زي ما قلت لك زميلي وأنت كالأمير طبعا، وزي ما مجلس الإدارة عمل بيان إلى الاتحاد الأفريقي ومن بعده إلى الاتحاد الدولي، يمكن الأهلي بيعاني في الفترات الأخيرة من ظلم تحكيمي واضح. الأجهزة الفنية بتتعامل مع هذا الموقف. يمكن فايلر ضحك لما كلموه على التحكيم، والراجل يعني قال لك ما شفتش كده في حياتي، لكن مش هعلق على التحكيم. خليني اقول لك دلوقتي يمكن في لوبي الفندق كان النجم الناجي الاهلي طبعا الكابتن احمد فتحي مدافع منتخبنا الوطني وطبعا نجم النادي الاهلي، يمكن هنا النزلاء في الفندق حارسين يلتقطوا معاه الصور التذكاريه، وبنقول لك بالتوفيق يا كابتن فتحي، بنقول لك التوفيق. الكابتن فتحي كان حريص ينزل يصلي صلاه المغرب، الكابتن فتحي يمكن باقي لاعبي النادي الاهلي على طول ملتزمين جدا دينيا، ربنا يكرمهم يا رب وربنا يوفقهم باذن الله ويديهم على دنيتهم. معاك زميل امير، ان شاء الله اكيد نتمنى لهم كل التوفيق يا شريف. انا بشكرك شكرا جزيلا، وباذن الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي كان معانا على الهواء مباشره.